السلام عليكم البنات، السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كلشي بخير. مبروك عليكم هاد الشهر، شهر شعبان، ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر وباش تمنيتو ان شاء الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد مع هدهدة، غنقدم لكم واحد الاكله خفيفه ظريفه تقدروا ديروها في العشاء ولا في الغداء. انا تتعجبني وتتعجب وليداتي، قلت علاش ما نشاركهاش معكم بمكونات بسيطه البنات ودغيا تتوجد، وان شاء الله البنات تعجبكم. وانا غنوريكم المقادير ونوريكم الطريقه ونقول لكم عاش زعما تحطوها باش لا بغيتوا تاكلوها. اول مكون البنات هو البطاطا. انا ديجا وجدت باش ما نطولش عليكم البنات الفيديو. انا عندي 500 غرام هنا نص كيلو ديال البطاطا، ها هي البنات شديتها قطعتها صغيره وسلقتها، شويه الملحه وشويه الزيت، ياك البنات. ها هي اول مكون قلت لكم هو البطاطا. ثاني مكون هو البصله البنات، لي زونو شديتهم انايا، خديت جوج ها نتوما البنات، قطعتهم صغار وطيبتهم حتى هما بشويه ديال زيت العود وشويه الملحه. انا قلت لكم وجدت هادشي باش ما نطولش عليكم البنات الفيديو. ثالث مكون غنحتاجو ثلاثه البيضات البنات، انا ديجا طربتهم. غنحتاجو قزبر معدنوس قطع، غنحتاجو الملحه، البزار، الكمون، الثومه. لي وليداتها ولا لي ما تاكلش الثومه بلا ما دير الثومه البنات. واخر مكون غنحتاجو البنات الفرماج، فرماج هكا مثلت لا باشكير ولا اي واحد، وهنا فرماج كاري اللي تنديرو به لي هومبورغر. فوالا البنات. وفاش غنقدمها البنات؟ انا غنديرها هنايا باش تعجب الوليدات. شوف البنات بحال ميني كيك، مي انا نورمالمون انا تنديرها في بلاط طويله، ولكن واحد ولي نوع شويه، ولا في هاد ميني كوكوت البنات اللي بغيتو اللي عندكم موجود ديرو فيه. انا اليوم غنديرو في هاد لي ديال ميني كيك، ان شاء الله البنات غيعجبوكم وغيعجبو وليداتكم وغتشكروني عليها، لانها سهله مهله. بحال انايا مي تنديرهم تنقدم معاهم اما بواسون باني، اما كوردون بلو، اما ميلانيز اللي عندكم البنات، اما الحوت الا كنتو قاليينو غنكومباني معاهم. ها نتوما البنات غديرو البطاطا، شوفو نتوما شحال. بحال دابا حنا 4 غندير 500 غرام ديال بوم دو تير، لا بغيتو ديرو كتر ديرو كيلو. جوج بصلات البنات لي قلت ليكم شتوما البنات هاهوما، ديجا انا نقيتهم وقطعتهم صغيورين البنات وشحرتهم مزيان في لابوال. كي قلت ليكم انا باش مبغيش نطول عليكم غنزيدو البنات القزبر معدنوس. عرفتي البنات هادي لذيذة لذيذة لذيذة، كي قلت ليكم تقدرو ديروها في ان بلاكير ولا ديروها في هاد لي ميني كوكوت لي بغيتو البنات. غنزيدو دابا الثومه، لي ما تتعجبهاش الثومه ما ديرهاش البنات. غنزيدو هذيك معايا تكون البنات زدت الثومه وزدت هذيك شويه الكمون، غنزيدو البزار وغنزيدو الملحه، ملحه على حساب القياس ديالكم البنات، حتى البزار انا تيجيو حارين تيجيو بنان. ونخلطوا البنات كل شيء مزيان كاع المكونات. البنات انا شويه ونزيدوا هاد شويه الزيت البنات في الاخر، سمحوا لي البنات انا راه معفيه الالرجي دابا دار الربيع. ها انتما كي قلت لكم البنات حركوا مزيان 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 كاع المكونات. انتما البنات ريحه الثومه، ريحه البصله، يا سلام. خلطو مزيان مزيان مزيان، كي قلت لكم عندكم الاختيار اما ديروها في بلا ولا ديروها في هاد ميني كوكوت، ولا انا كي قلت لكم باش الوليدات يعجبوهم ديروهم هنايا. دوا البنات تعمروا، ديروا بسم الله، ديروا كويغ الاولى. كي قلت لكم البنات سمحوا لي لا لي غشي اللي عندها شي وصفه ديال الاليرجي البنات كتبها ليا الحساسيه،
كنبغيش ناخذ هذاك الميديكامون لان شويه مجهد، كنقول من الاحسن ما ناخذوش. كي قلت لكم البنات وتكملوا حتى الاخر. الله تشكركم بزاف البنات، حكا ما قلتش لكم راه وصلت 100 ابوني، صغرتوا ليا. هادشي بالفضل ديالكم البنات، تنشكركم بزاف بزاف. من درنا البنات الطبقه الاولى نديرو الفخوماج، ابخي نديرو الطبقه الثانيه بحال هكا البنات. الفخوماج يجي الوسط هنا، تيجي هائله البنات وان شاء الله يعجبكم سيرتو الوليدات، سيرتو الوليدات. ديروا بحال هكا بالكويير باش ما تزيدوا البيض من الفوق، ريحتها بعدا البنات زوينه. انا كي قلت لكم ديروها مع الحوت ولا تقدروا كاع ديروها هكا بوحدها، لا بغيتوا ديروا معها الطون تخلطوا بالطون اللي عندكم الطون، سيرتو الطون افيك لا طوماط تيجي زوينه البنات. فوالا ها دابا كملنا الطبقه الثانيه. دابا البنات غنزيدوا الفخوماج هذيك كاري اللي قلت لكم ديروا هكا، انا قطعتوها البنات كاري بحال هكا فوالا. كي قلت لكم البنات تقدروا ديروا معاها طون ولا الكاشير، شوفوا نتوما اش تيبغيو وليداتكم. دابا البنات اخر مكون اللي غنزيدو هو البيض، غنزيدوه من الفوق وغندخلوه البنات الفوغ حتى يطيبو. هانتوما البنات هاكا يطيبو ونخرجوهم وبالصحة والراحة، غيجيو هائلين البنات، تيجيو زوينين سيرتو الوليدات غيعجبوهم. والبنات غنكمل، انا رجعت معكم البنات والاكله ديالنا سالات، انا نوريكم البنات من تيطيبو كتيوليو محمرين زوينين فيهم هذاك الفخوماج من الفوق. ان شاء الله البنات يعجبوكم وديرهم لوليداتكم، والله العظيم البنات بنان بنان بنان. وقلت لكم تقدروا ديروهم شي بلا ولا ميني كوكوت بحال هكا عاوتاني تيجيو هائلين. وانا كي قلت لكم تنديروهم مع ميلانيز لوليداتي هاهي، وتندير لهم هكا لي بلاكا كل واحد ديالو بوحدو، وان شاء الله البنات يعجبوكم وديرهم لوليداتكم. وتنشكركم بزاف بزاف البنات على الدعم ديالكم معايا والمشاركه ديالكم معايا، وديما البنات دعموني وديروا لي لايك وكتبوا لي لي كومونتير، وان شاء الله فيديو جديد مع هدهدى وبسلامه.